السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لميني كيك. هاد الميني كيك حضرتهم بأبسط المكونات، يعني حضرتهم بأقل التكاليف. كما راكم تلاحظوا جاوني منتفخين بزاف، ما استعملتش في الوصفة الحليب، لكن استعملت مكون بسيط غير مكلف هو اللي يجعل هاد لي ميني كيك منفوخين على هذا الشكل. وهذه الوصفة تقدروا تتاجروا فيها. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى 250 غرام تاع سكر عادي، ما يعادل كوب مملوء جيدا، هذا الكوب الذي يزن 250 مللتر تاع ماء. نحتاج أيضا 200 مللتر تاع زيت، أنا استعملت زيت نباتي كما راكم تلاحظوا كوب غير مملوء. نحتاج أيضا إلى 200 مللتر تاع ماء، ما يعادل كوب غير مملوء. نحتاج إلى 4 بيض حجم كبير استعملت. نحتاج أيضا إلى خميرة الحلوى أو بيكنج باودر 2 كيس أو 2 ملاعق صغار أو 20 غرام. نحتاج أيضا إلى السكر فانيلا نفس الشيء 2 كيس أو 2 ملاعق صغار. نحتاج إلى قشور الليمون، تقدروا تستعملوا حضر الليمون. نحتاج أيضا إلى قرصة نتاع الملح، وهنا الفارينة أو الدقيق الأبيض نحتاج بالتقريب 400 غرام أو 3 كوب، ماذا بكم تكون مغربلة. هنا في إناء الخلاط راني واضعة البيض، غادي نزيدو عليه قرصة نتاع الملح، سكر فانيلا والسكر العادي. غادي نخلطو هاد المكونات جيدا حتى نتحصلو على خليط كريمي، ومدة الخفق لازم تكون طويلة باش هداك الخليط كريمي يجي مثل المورانك. إما تستعملوا العجان أو تستعملوا الدراب الكهربائي العادي. هنا نقعدوا نخلطوا ونضربوا حتى نشوفوا هكا تحصلنا على خليط كريمي عنده لون أصفر فاتح. هنا غادي نقصوا من السرعة تاع الخلاط، نقعدوا نزيدوا في الزيت ونخلطوا في نفس الوقت. من بعد نرفعوا في السرعة دقيقة واحدة فقط، غير نشوفوا الزيت اندمج مع المكونات، نعاودوا نقصوا للسرعة ونقعدوا نزيدوا في الماء. والماء هو اللي يجعل هاد لي ميني كيك منفوخين جيدا، هو اللي يعطيهم هذيك الخفه ويجوا اسفنجيين من الداخل. هنا بعد ما تخلطوا مكونات غادي نضيفوا قشور الليمون، من بعد غادي نخلطوا الفارينه مع خميره الحلوى ونضيفوها لهذا الخليط. والفارينه ماذا بكم تكون مغربله باش هكا ما تكونش عندكم كرات في العجينه. هنايا راني نخلط في الفارينه مع خميره الحلوى وغادي نضيفها للخليط. كما لاحظتوا مكونات جد بسيطة. من بعد غادي نضربوا هاد المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون أملس ومتجانس. كما لاحظتوا نفس مكونات اللي استعملناهم في المادلين بالماء. هنا هاد القالب نتاع لي ميني كيك غادي نوضع فيه هاد لي كيسات نتاع لي مادلين، من بعد غادي نملؤهم. إما تستعملوا جيب حلواني، يعني تفرغوا العجينة في جيب حلواني، ولا تفرغوها في وعاء كما راكم تلاحظوا في الصورة، ومن بعد تعمروا هادوك لي كيسات. هنايا بعد ما فرغتها في هذا الوعاء غادي نعمر لي كيسات، وهنا غادي تملؤوا فقط ثلث ارباع نتاع الارتفاع تاع لي كيسات، ما تعمروش حتى الفوق. وفي الأخير هنايا وضعت رقائق نتاع الكاوكاو، تقدروا تربطوا رقائق اللوز. وغادي نسخنوا الفرن على درجة الحرارة عالية 200 درجة مئوية، ما يعادل 400 درجة فرنهايت. غادي ندخلوا سنيوة في وسط الفرن، مدى بكم وضعوها في سنيوة أخرى باش تقدروا تحملوها بكل سهولة كما راكم تلاحظوا في الصورة. ومدة الطهي كانت 25 دقيقة حتى تحمروا لي على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة، وانتفخوا على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا. والماء هو اللي رجعهم خفاف ورجعهم ايضا منتفخين كما لاحظتوا في الصوره، وايضا يجوا اسفنجيين من الداخل. من بعد نزعت هذا القطع من هذا البلاطو وعاودت وضعت لي كيسات وزدت كميه العجينه المتبقيه. ماذا بكم يكون عندكم زوج بلاطو من هذا النوع باش هكاك تسرعوا في الخدمه. انا كان عندي فقط واحد، لذلك حضرت المجموعه الاولى ثم المجموعه الثانيه. هنا راني نفرغ في العجينه المتبقيه وغادي نطيبهم على نفس درجه الحراره مثل المجموعه الاولى، يعني 200 درجه مئويه او 400 درجه فرنهايت حتى يتحمروا على هذا الشكل.
غادي نفتح لكم واحده من بعد وتشوفوا كيفاش يجي ميناء الداخل. هنا فقط ملاحظه، اما تخلوهم على هذا الشكل ولا تخلوهم يبردوا مليح بعد ترشوا فوقهم شويه سكر ناعم. وتقدروا ايضا ما توضعوش فوقهم رقائق اللوز، يعني طيبوهم عادي، ومن يطيبوا تخلوهم حتى يبردوا مليح تدهنوهم بشويه مربى وتوضعوا لهم المكسرات تكون محمصه ومطحونه. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.